من استوديو صيف البحرين صبح عليكم بالخير مشاهدينا في حلقة يوم الأربعاء، مواضيع متميزة جهزها فريق الإعداد لهذا الصباح. وأكيد في البداية أصبح على إيمان، شلونك؟ صباح الخير. صباح. الحمد لله بخير، شلونك أنت؟ يوم الأربعاء بقى يوم على الويكند. احنا نحسب على الويكند، ننتظر البرنامج يوم الأحد ولكن بدنا نحسب. ما في شيء يعجب الله، احنا تعودنا خلاص، ما في شيء يعجب الإنسان سبحان الله. بس والله يعني مر الأسبوع بسرعة، ودائما يعني احنا نقول في صيف البحرين مواضيعنا كذي خفيفة كذا، نصبح المشاهدين نقول لكم إن شاء الله تستمتعون معنا في حلقة يوم الأربعاء، المواضيع خفيفة بسيطة أكيد راح تهم المشاهد البحريني والمشاهد الخليجي بشكل عام. إيش رأيك في مدينة سلمان؟ أكيد مدينة جميلة بكل الخدمات بكل اللي قاعد يقومون فيه وزارة الإسكان. نتعرف عليها أكثر. يلا. تحظى مشاريع مدن مملكة البحرين باهتمام كبير من القيادة الرشيدة سواء على صعيد البناء أو التشييد والخدمات العامة والبنية التحتية، ومدينة سلمان استطاعت أن تنال الاهتمام. مشاهدينا مزيد من التفاصيل حول مدينة سلمان مع زميلتنا حصة دوي في سياق التقرير التالي. هي مشاريع مدن البحرين الجديدة تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة سواء على صعيد بناء وتشييد الوحدات السكنية وتزويدها بالخدمات العامة والبنية التحتية، وتأتي مدينة سلمان بما تحتويه من 1705 وحدة وشقة سكنية وأربع جسور قيد الإنشاء خير شاهد على هذا التوجه السامي بغية توفير السكن الملائم للمواطنين القاطنين بها. هذا وتقوم وزارة الإسكان بمراجعة وتنفيذ الإجراءات للمخططات العامة المعتمدة للمدن الجديدة وإعداد التصاميم الخاصة بالمرافق العامة كالحدائق والمرافق التعليمية والتجارية والصحية بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة. وزارة الإسكان تعكف دائماً إلى طرح العديد من المشاريع المستقبلية سواء في مدينة سلمان وغيرها من مدن البحرين الحديثة، وتوفير العديد من الوحدات السكنية المستقبلية واللي استطاعت أن تلاقي استحسان جميع المواطنين واللي تضع نصب عينها راحة المواطن بتوفير السكن الملائم له ليكون غاية الغايات. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدني يكون معنا عبر السكايب المهندس محمد رشدان مدير مشروع الشرق الحد. صبحك الله بالخير، يا أهلا ويا مرحبا فيك. صباح النور والسرور إيمان وحمد، لكم هذا الاستضافة وشكر لكم جهودكم في طرح مشروع الإسكان. نرحب فيك في البداية محمد، أول شيء ما هي فكرة المشروع؟ حدثنا عن معايير التخطيط الرئيسي للمشروع مثل ما شفنا في التقرير، شيء حلو صراحة. الله يجزيك خير. طبعاً فكرة المشروع هي رؤية القيادة وحكومة مملكة البحرين من ستينات القرن الماضي، من بدء نشأة مدينة عيزة إلى اليوم نرى هذه المدن تأتي وتحقق مدن نمط اجتماعي الأسر البحرية. معايير التخطيط باختصار شديد، أنا بقول
تتكون هي جزيرة مدينة سلمان من 10 جزء أرخبيل 10 جزء مدفونة، وهي تقع على الساحل لمملكة البحرين. رؤية المخطط بشكل عام هي إنشاء تشكيلة غنية من المجتمعات الساحلية. هذه المجتمعات الساحلية تكون فيها استدامة وتكون فيها جودة للحياة. طبعاً التصميم جاء تخطيطه باستخدام أعلى وأطول أساليب التخطيط العقاري من ناحية توزيع الوحدات السكنية، واللي تشكل ما يقارب فقط 50% من المشروع، وال 50% الثاني عبارة عن خدمات ومرافق عامة وساحات خضراء، وحتى تم وضع أفضل المعايير الخاصة بالقطر لتتناسب مع حجم هذه المدينة اللي تكون إن شاء الله أهم. نعم، يعني ودي أسألك أستاذ محمد أكثر، منذ وضع حجر الأساس للمشروع حتى يومنا هذا، شنو هي أبرز المحطات والتطورات اللي طرأت على مدينة سلمان؟ جميل. طبعا أنت مثل ما ذكرت في وضع حجر الأساس، أنا بالنسبة لي هذا أهم بالتأكيد المشروع، وتفضل في سمو ولي العهد حفظه الله في 2003 وضع حجر الأساس، وبعدها بدأ الإنجاز المشروع يمشي بخطة ثابتة. فبدأنا الدفان في 2006 وانتهينا على بداية ساعة، وهذه خطوة ثورية مهمة في المشروع. بعدها تمت عملية التصميم اللي تكلمنا عنها من تصميم وحدات، وأول مشروع وحدات سكنية بدأ في 2012، هذه مرحلة جدا. وبعدها ثلاث الأخرى والباكيجات أو الوحدات السكنية الأخرى، عندنا 2014 التحتية. ونروح حق أهم نقطة عندنا في المشروع هذه، ألا هو تفضل سيدي صاحب الجلالة الملك عبد العزيز المهدى في 2018 إطلاق مدينة سلمان على المدينة الشمالية تيمنا والعهد، وتم افتتاح هذا اليوم، وتم توزيع أو دفع الوحدات في هذا اليوم على المواطنين من باب فرح والابتهاج. وفي هذه الفترة تم توزيع 3000 وحدة سكنية في المدينة كمرحلة. نعم، يعني أكيد جهود كثيرة تقومون فيها في هالجانب، فأكيد نشكرك المهندس محمد رشدان مدير مشروع شرق الحد، كل الشكر لك على هذه المعلومات اللي قدمتها. مشاهدينا راح نروح فاصل، وبنتكلم بعد الفاصل عن طريقة رسم الكاركتير مع الرسامة هاجر الفضالة. لا تروحون البيت. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل. شخصية كرتونية محبوبة ارتبطت بطفولتنا ماروكو، البنت الصغيرة صاحبة القلب الطيب، لها شعبية كبيرة بسبب مواقفها الظريفة مع عائلتها وأصدقاء المدرسة. اليوم بنسترجع معاكم شوية ذكرياتنا مع هذه الشخصية، لكن عن طريقة رسمها مع رسامة الكاركاتير هاجر الفضالة. صبحت الله بالخير، وصبح هالشخصيات اللي وحشتنا. صبحكم سعادة وإيجابية أختي إيمان وأخوي فردون، عشان اطلع من يا هلا يا مرحبا. متحمسين حق رسمها؟ والله انا احبها، توني كنت اغنيها قبل شوي. لا صوتك حلو جميل بعد، هاي حرفه ثانيه ان شاء الله. هذه كلام صح، انت قلتي شيء صح. لكن ودي اسالك في البدايه قبل ما نبتدي نرسم، انا دائما يعني اعرف ان انت ما شاء الله يعني كوتش سعاده في نفس الوقت رسامه، شلون تربطين الاثنين مع بعض؟ هل تحسين سعاده الرسم هذه بحد ذاتها سعاده؟ ابتسامه. اي شوفي، انا احب ادمج، ما احب سعاده كسعاده. كلنا سعيدين ترى بالفطره، بس حلو ان ندمجها بشيء في حياتنا، فانا دمجتها بشغف الطفوله.
وحبيت هذه الصيف أقدم هدية لأطفال البحرين اللي هي مبادرة صيفك مع هاجر إبداع بسعادة وأمان. الله. فانضميت حق 5 جهات ساعدوني على ذي الشيء. فحبيت أشكر إذا في مجال أستاذ سمير نور الدين من مدير مدارس دينا كانو لأبطال السرطان، وأستاذ صباح الزياني من مبادرة ابتسامة محافظة الجنوبية أستاذ مال الله، والمختبر التدريب الإبداعي والجمعية الأهلية دعم التدريب والتعليم. حققوا مبادرتي نسمحوا لي أتعاون معهم وأعطي خلال الأسبوع 5 أيام كل يوم في جهة عبر تطبيق زوم ورشة افتراضية لتعليم رسم الكرتون. حلو. فالأطفال اختارونا في البيت ومتمللين، صح. وما في نشاط صيفي نفس قبل يكون فعلي، إحنا افتراضي، صح. فكنت وايد سعيدة معهم، وما كنت أعلمهم كرتون ككرتون كرتون. الأسبوع الجاي يجيبوا لي بوستر توعوي بالشخصيات هذه عشان أطلع إبداعهم، إبداعاتهم. هاجر، يمكن اللي بسألك إياه، أنت وايد أكتف هالفترة في خصوصاً في الإنستغرام، ويعني شلون كان الصيف معاك في هاي الفترة بما أن أنت ترسمين كل شخصيات حلوة مثل هذه ماروكو وغيرها، بعد في أشياء يعني مفاجآت. فشلون كان الصيف معاك مع التفاعل الناس والأطفال، شلون كانوا يتفاعلوا معك؟ والله أنا أقدر أقول لكم قاعدة أعيش العصر الذهبي مال هاجر في هالصيف هذه، بين سعادة وفن وورش سعادة. يعني كان لي ورشة بداية هالأسبوع مع مجلس الشورى، كنت وايد سعيدة فيها. وعندي ورش أونلاين مع كذا جهة، فأنا سعادتي من سعادة الأطفال. يعني كنت أخصص لهم آخر ربع ساعة في اللايف مالهم اللي هو التعليم أشوف إبداعاتهم، فانصدمت ان عندنا ابداعات شبابيه محتاجين الدعم. فانا سخرت روحي ان يكون هذه هدفي الحين، رسالتي ان اوصلهم اطلع ابداعاتهم، لان اطفالنا مبدعين. نعرف احنا الشعب البحريني مبدع بجميع فئاته طبعا في كل لكن المجالات، الاطفال ما شاء الله عليهم. احنا يعني مستانسين بعد دائما تشغلين هنا. اي والله. هاي حلو نسوي هاجر، انا سيدي ابي ارسم متحمسه، انا احس روحي بروفيشنال من اخر رسمة. انا لازم اشوفهم معلقين على ابنك، المفروض معلقهم هني كل جايه برسمه معينه. تبون ماروكو ولا تبون ام خموس ربح؟ لان انا امس ترى مستضيفه محمد سعيد حارب مخرج الشخصيه هذه في لايف ساعه كامله. اكيد شخصيه مبدعه جميله جداً. واتمنى ان امشي على خطاه فيها، ينشر السعاده مكان ما يروح بابداع في كل مكان. صحيح. فتبون ام خموس ولا تبون ماروكو؟ والله شوفي اثنينهم حلوين، بس ام خموس ان احنا نحب الشخصيات الشعبيه اكثر. اي ام خموس. يلا ام خموس احبها. انزين واضحه لكم؟ اي زين. أهماك أم خماس وربعها كل واحدة بطولاتها شكلها غير، صح. فإحنا بنروح بناخذ أم سعيد لأنها سعيدة، ونبي أم خماس اللي كلها معصبة كلها مكشرة. فراح نرسم البطولة مالتها. فنبتدي، راح أسوي خط بالعرض. عم بغش شوي بسوي شيء غير. أوكي. أنتي لو تقلبينها أحسن، لأن إحنا بعد مسوي أشياء أطهر فوق راسها. يعني تشذي عيلتين أقلبها هاللون؟ أي. يصير؟ يصير. يلا. كل شيء يصير. زين. اوكي، وفي النص هني بسوي خط على فوق. هاي البطوله. اي حق البطوله. زين، وهني راح اوصل بهالطريقه، كانه هني هضبه وهني هضبه ثانيه. هتشوف الهضبه. اوكي. اوكي، فهذه الحين البطوله مالتها. هني راح اسوي عينها اللي هي راح اسويها بهالطريقه ذي. فنانين خلاص. اي خلاص، انا فخوره فيكم. مره ثانيه بجيب لكم شهاده معي. وهني اسوي مستطيل. زين، هاي مستطيل مال البطوله، وهني اوصلها عشان اكمل البطوله مالتها. يكون فيها شوي انحناء ولا سيده؟ إيه. شوي من هني عاد. انا لا انا ولا اي ما عليها، هاي بطوله 20-30. المشكلة أنا نفس الشيء، أنا هني لا أسوي. إحنا نحاول وياك أستاذة، نحاول. لا لا، المشكلة نفس الشيء مطبقينه. إنزين، وهني بسوي الجفن مالها. إحنا نحاول يعني نسوي روحنا نبتكر أشياء بس تطلع عكس. ابتكاركم يعني الرسمة بصمتكم أنتوا مو بصمتي أنا، فحلو. وهني أسوي البؤبؤ مالها دائرة سوداء. عاد هذه سهلة. أسهل. من الصغر نفس الرسمة. نفس الشيء، ما يبي لها شيء. إنزين. اوكي، وهني امشي العيون سيده. اي لا، يصير بعد عين عوده، عين صغيره. هني الاذاين مالها. اي حلو. والصوب الثاني بعد. اهم شيء ان انا انشر لكم سعاده واشوف شنو شعوركم وانتم ترسمون. الحين احس سعاده. السعاده موجوده اهم شيء.
وهني أوصل عشان أسوي أبهتها هالشكل على الطاولة. إذا حديت الورقة كلها تورثة. نفس مشكلتي لا عشان كذي قلبت الورقة. ما علي. زين هني فوق بسوي مثلث وبوصل عشان أسوي شيلاتها كذي. يعني مثلث وبوصل للأذان. ما في شيلة لو ما كفي حق شيلة. بدون شيلة بيكون. ما علي على الطاولة. فسخة الشيلة في البيت. في البيت تكون هي. لا أهم شيء مثلث أسوي لها قرنين. حرام عليك هذي مخمص لك تشوفنا بس. أم سعيد أم سعيد أم سعيد. هنا مستطيل حق رقبتها. أوكي. وبعدين هنا بسوي دائرة عشان الأبة مالتها. مستطيل في النص. في النص بالضبط. شفتين الخط مال مال البطون هنا. حطيناه يمين. زين. إيه أوكي ما نسويه. حلو. ستايل جديد. ستايل جديد. ما لي عندها رقبة. إحنا وصل بين المربعين. بقول لك يا الأحمد دك هات شو سويتهم كذي تشوف رأيك إنه أنا علمك عرفت هاللون وخذك هاي الله صح صلحت ويب لك بلونكو مساعد المعلم بلونكو ما عم في بلونكوني إنزين أحب بسوي يدها إن هني بسوي نفس المثلث وهني نفس المثلث كذي بس ما ساكرة أوكي الجهة الثانية حلوين المثلثات واحد متين واحد يضرب لا لان القميص هني يعني الجلابيه اي منتفخه عندها شوي زين وهني بوصل بينهم انزل هيك مستطيل حلو عم سوي رجيم اي لان في هالجائحه ما في يعني جمات على ما فهمت تمتنع قاعده في البيت وتاكل زين هني بسوي ابهامها وعقب بكمل اصابع واحد اثنين ثلاث اربع وأوصل خمسة أصابع اثنين أربعة أوكي نقشاتها هي شنو؟ وي أنا سويت وي معلش ما عليك كارت أصابع ألين صار زين وهني النقشة مالتها إي مالت الحنة إي الدائرة اللي في النص وهني تجي عشان الحنة أصابعها نفس ما نقول مقمعين إي نفس الشيء الجهة الثانية واحد اثنين ثلاث أربع والإبهام الخامس وحطها الحنة وقمعين أصابعها بالحنة هاي أحلى شيء الحنة إيه. زين هي لأنها قصيرة فشيلاتها راح بتيها من هني لهني في شيء الشيلة اللي ما نحطها زين أنا ليش هل مسوي المستطيل ما عارف أنا سكت هاي وراها قاعد سوين باك جراوند انت يعني إيه. وسويت مثلها كمان ما أنا أقول هني اللي قاعد أطبق أنا تغشوا من بعض اغش وطلع اليوم الشغال عندي بلونكو في البيت لا حلو ستايل ستايل يمكن مراكبه تقويم اللي من برا زين وجلبياتها ايش فيها منقطه بنحط فيها دوائر يا هذه الدوائر هاي سهله لعبتك محمد مستانس مستانس على الدوائر اسهل شيء اسهل شيء دوائر زين الحين اسوي ريلها واسوي خطين مني كذي وصلنا حق الريل يا مان انا الحين بالدوار مستانسه اسهل شيء يمكن الشيء الوحيد اللي سويته صح خطين كذي لا كلها صح حلوه اصلا بعد طالعه ام سعيد بنكهه ايمان زين وهني اسوي خط بس هاي ريلها؟ لا ما كملت واحد لان انت قاعد تغش من هناك تشوفيني اشوفك ليش تغش مني؟ زين بوصل هني وراح اوصلها كذي وارسم هني هاي لابسه الخوف مال العيايز اوكي نفس الشيء الجهه الثانيه عاد سووا بنكهتكم الحين يا ما ادري شنو صار اي حلو كان هاي دونت صار اي سايحه ريلها لا مبدعين ما شاء الله ما شاء الله انت عليك يعني خوش مدرسه خوش اي يعني لو برسمها مرة ثانية بتصير أحس خاطري ألونها روحها خلي تشوفها الكاميرا أنا صار خاطري ألونها نفسي أسوي حق في الورق الأطفال أنا خايف صراحة أروي لا لا حلوة شوف حمد تشبه راشد مخرجنا لا حرام عليك شفتوا المناظر اللي طلع واحد طويل وواحد عريض حلو المنظرة اللي خير شلون يلا كتبوا أساميكم تحتها عشان تستانسون عليها فأنا راح أكتب هني كاهية إيمان الله هلو حمد صح ولا احمد حمد حمد يلا بين البينين ما
10 من اساميكم وانا بحب توقيعي تحت. الله، هاي التوقيع اللي لازم نتعلمه. يلا اللايف اللقاء الثاني. اتمنى قلت لكم سعاده وايد استانسنا. ام خما، ام سعيد، حلو الفن كذي يغير النفسيه، يغير الطاقه، يخلي عند الواحد ايجابيه. صراحه انا احس فعلا يعني استانسنا الحين. كتبت اسمي برعايه ايمان. ما علي، لان غشيت لازم تكتب اسمي، الحقوق عندي. حقوق الطب محفوظه. انا غشيت من عندك فكتبت اسمك واسمي. هذه لوحتي. جميل. يعني صراحه هو مو شيء صعب، بس يبي له يعني. انا حابه اعرف شعور حمد وهو يرسم. والله شعور حلو، تبين الصدق يعني صدق انه وايد ارفع راسي واطالع وشلون. وايد تغشت. اي وايد اغش، بس المره الجايه بتصير احسن احس، يعني اللي جربت مره ثانيه أحسن. في وقت البرنامج أنا الصراحة استانست، يعني حسيت إني في شيء جديد غير عن الروتين يمكن اليومي اللي تعودنا عليه، يعني رسم وكذي وضحك. حلو. حلو. أتمنى أن قلت لك شوي طاقة إيجابية، نفس الطاقة اللي أحس أنت تحسها إذا تروح الجيم. صح، نفس الشيء. نفس الشيء. بالضبط. أي وطاقتك إيجابية في شنها؟ أنا في كل شيء، الحياة. أهم شيء تعيشين الحياة بأروع مشاعرها. صح، بإيجابياتها. وهذه المفروض اللي نعيشها، حياتنا راح نعيشها مرة واحدة. صح. أي تحديات تجينا، أي طاقة سلبية تجينا لازم نحولها حق إيجابية. في ناس معاك يمكن ترسم معاك وتدش معاك لايف عشان بس تحس بهاي الشعور. بالضبط. غير أن الرسم، يعني خلينا يعني نترك الرسم. أي. شعور أنك ترسم وتغير جو وتغير هذه الروتين اليومي، تبطل مخك على أمور ثانية. شو تحسين الناس يعني ردة فعلهم في هو في ترى علاج اسمه ارت ثيرابي، هذه انا ان شاء الله راح اخذ فيه كورس قريب ووايد عجبني الاسم، علاج الناس بالفن. مو شرط تكونون فنانين عشان تيون، مثلا لو انا اسوي الارت ثيرابي، لا، تطلعون الطفل الداخلي اللي فيكم. كلنا فينا طفل داخلي. صح. فحلو لان مثلا تشوفون رسمته حسيت رجعتوا اطفال مره ثانيه. انا لما ارسم مع الاطفال ومع الكبار عقب اخصص لهم ربع ساعه يرووني اعمالهم الثانيه، مو اللي سووها معي. فاكتشفنا كلنا نبي نتكلم، كلنا بنعبر عن طاقتنا، نبي نعبر عن مشاعرنا. فكنت احس بطاقه ايجابيه، انا قاعده اتعالج منهم هم. فكانوا وايد سعيدين ويتكلمون، فاحنا نبي نسمع بعض اكثر. فهاي يعني اتوقع من انواع العلاج اللي راح يكون منتشر في انتظروني قريبا ان شاء الله. اكيد. انا بس ودي اروي المشاهدين اللوحه اللي رسمتيها. اي صح، ضروري يشوفونها لان انا وايد استانست عليها وحبيت ان حتى ملونتهم. هذه امس اشتغلت عليها، قلت هذه هديه حق تلفزيون البحرين ولكم انتم واثنيناكم، لان كنت وايد سعيده ان راح تتعلمون معاي الرسم. فارق علي. لا اي فارق، انا ما سويت لها التعاجيد، خلاص التجاعيد تعاجيد من هذا هي. يبي لها فيلر ولا بوتكس ولا شنو؟ لا ما يبي لها فيلر، لبس البطوله ما يبين. فهم هني كهم شخصيات، ام علاوي اللي هي الحكيمه دائما اللي كلها تبحث عن المعلومات، وام خماس اللي دائما عصبيه كلها معصبه يبي لها تسوي علاج حق الغضب، وام سعيد اللي هي المضيافه. إيه هذه تشبهني، شوف تشبه اللي سويه. احنا رسمنا ذي ترى. حرام عليك، هاي ابو سعيد يمكن طالعه في الحرب اليد ذي. فحبيت احطها لكم واحط لكم شكر لتلفزيون البحرين على الاستضافه الجميله هذه. احنا دائما اساسا نستانس وياك هاجر، وفعلا قاعد تجيب لنا هذه الطاقه الايجابيه الحلوه بروحك، حتى الحلوه اللي يعني دائما تجي مبتسمه وتعلمينا شغلات جديده انا وحمل. بس المره الجايه نبي نلون. انا عجبني سويت لكم اغراء. المره الجايه تلون. بس نبي شخصيات سهله عشان حمد يعني ما يغير الشخصيه. انا اقول لك صراحه صعبه. لا وايد سهله. انا بالنسبه لي صعبه لان فيها وايد اشياء. صح، عرفت فيها وايد اشياء البطوله. بقول لك ليش شيلتها كنا غتره؟ لان يفلج في بولي نسمه وانا كانت. حرام عليك. اقترحوا. راشد يقول دخل رسمتك المزاد، يبي يشتريها. ابي تشبهها شوي. يقول لك دخل رسمتك المزاد. اتوقع مين اللي بتشتريها؟ هاي هديه من عندي. الهديه من عندي. لا علقها عندك في شو اسمه في الجيم عندك. مع التوقيع تحت. مع التوقيع حاط اسمي. المشكله بعد. حاط اسمي لان غشيت. حقوق لا. واش تفين عليه قضيه ولا ايش؟ لا 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 ما علي. يمون حمد. اكيد نشكر تواجدك وحضورك ويانا استاذه هاجر الفضاله رسامه الكاريكاتير وكوتش السعاده، يعني فعلا استمتعنا معك بكل دقيقه، يمكن حتى المشاهدين حسوا بهذه الوناسه وهذه السعاده والطاقه الايجابيه. وياك ان شاء الله نشوفك في فقرات جايه مع شخصيات ثانيه، ومره ثانيه نبي الوان هاجر ان شاء الله. مره ثانيه الوان وتحددوا لي الشخصيه المحببه لكم، فحلو لما اعلمكم شخصيه انتم حابينها بتبدعون فيها. خلاص انا ابي بزيط
تصير. شوف لي سياره، لان من انا صغيره برسم سياره والحين ما اعرف. تبي كارز المره الجايه؟ شخصيات كارز. اي كارز حلوه تناسبك صح، هو لانه متسابق سيارات ما شاء الله. خلاص المره الجايه كارز تقبلين؟ اي اقبل. خلاص ونلونها. خلاص تم. مشاهدينا اكيد نشكر، يعني نشكركم على يعني تواجدكم، انكم تشوفونا، يعني خلينا نقول متواجدكم تشوفونا عبر هذه الفقره الجميله اللي كانت وياكم. لكن خلونا نطلع هذا الفاصل قصير، وما زلنا راجعين لكم في محطه اخيره وياكم في صيف البحرين. عودة مشاهدينا من بعد الفاصل. اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم جدا ودائما نسمع عنه، وهي مشاكل مفاصل وشلون ممكن نتعامل معها، خصوصا مع الجلوس في البيت لوقت طويل وقلة الحركة. الحديث أكثر حول الموضوع معنا في الاستوديو الدكتورة إيمان مطر، دكتورة علاج طبيعي. صباح الخير، رحب فيك اليوم في صيف البحرين. صباح النور اخوي حمد واختي ايمان. يا هلا يا مرحبا، يا هلا فيكم وفي المشاهدين. يا هلا فيك. يعني يمكن ذكر زميلي حمد قبل شوي قال من كثره قعده البيت يمكن نحس بالام مفاصل، خصوصا خلال هذه الفتره اللي يمكن قلت الحركه، الروتين تغير. صح. دكتوره شنو لازم نسوي يعني عشان خلينا نقول هذه الالام ما نحس فيها، خصوصا مع هذه الجلسه الطويله اللي تكون في البيت، او شلون ممكن هذه الفتره اللي احنا قاعدين فيها في البيت تاثر على المفاصل بشكل كبير؟ اوكي، طبعا احنا الحين حاليا في هالفتره، طبعا الفتره الاستثنائيه قعدتنا في البيت زادت وطولت نوعا ما، لان لحد الان احنا يعني ملتزمين بتوصيات منظمه الصحه العالميه. صح. وجهود الوطنيه في الفريق البحري للتصدي للفيروس كورونا، وارتبط جلوسنا في البيت بقله الحركه. وهذا الارتباط اللي شاع بيننا كلنا ارتباط خاطئ، المفروض ان احنا نلغيه، لان قله الحركه وقله النشاط البدني بتاثر سلبا على جسم الانسان. صحيح. وعلى صحه الانسان. نفس ما تعرفون الله خلق الانسان في حركه وفي ديمومه مستمره. لو نرجع لاجدادنا كانوا يتحركون فيما لا يقل من 15 الى 20 ساعة يوميا، لأن في تنقلات يتنقلون من مكان إلى آخر. إحنا قبل يعني صدق عندنا وسائل المواصلات، بس استيل كنا نقدر نتحرك نروح ونيجي. الحين صار عندنا التعلم عن بعد، العمل عن بعد، هالأشياء كلها ربطت وجودنا في البيت أكثر، وارتبط وجودنا في البيت إن إحنا بس مجرد أكل ومطبخ ونوم وراحة وكسل وخمول. صحيح. وهذا اعتقاد، يعني هذا ارتباط جدا خاطئ. طبعا يأثر على سلبا على صحتنا، لأن الله نفس ما قلت لكم خلقنا في حركة وديمومة مستمرة. النشاط لا إيجابية على صحة المفاصل، على صحة الأبدان، حتى على وظيفة وعمل الأجهزة والأنسجة الداخلية في الجسم. فهذا الشيء لازم نحطه في عين الاعتبار. وبعد لا ننسى يعني قلة الحركة عالميا تعتبر عامل من عوامل، يعني احتلت المرتبة الرابعة كعامل من عوامل الاختطار المسببة للوفيات. لأن مزاولة النشاط البدني بشكل مستمر لا مردود على الوقاية من بعض الأمراض والحالات الصحية. يمكن دكتور دائما احنا نحث هنا في البرنامج على الرياضة في البيت، حتى لو كان كل شيء مثل ما قلنا كان في البداية يعني مو موجود، حتى الأندية الرياضية. صح. شنو العوامل الثانية اللي ممكن تسبب في الآلام وممكن تسبب حتى تآكل في المفاصل وهالأمور هذه؟ يعني يمكن الرياضة قلتي أنها مهمة، ولكن في أكيد عوامل ثانية. نعم، هو في عوامل ثانية. العوامل الثانية طبعا أنا يعني نقسمها إلى عاملين، عوامل ميكانيكية وعوامل غير ميكانيكية. هو مو عوامل غير ميكانيكية، هو عامل واحد اللي هو عامل العمر، تقدم في العمر. طبعا في أشياء يعني الله خلق الإنسان يعني لمرحلة من المراحل، كل ما تقدم في العمر عظامته أجهزته ما تكون نفس قبل. يعني أنا عظامتي وعضلاتي من 10 سنوات الحين مو نفس 10 سنوات، مو نفس عيالنا، مو نفس أحفادنا. فهاي نتيجة تغيرات فسيولوجية طبيعية تصير داخل الجسم، وهذا إحنا ما لا يد فيها. لكن إحنا نقدر نبطئ عملية التغيير الفسيولوجي اللي ممكن يصير.
عن طريق نفس ما تفضلت اللي هو عن طريق كعامل واحد اللي هو الرياضة. العوامل الثانية الله يسلمك غير عامل العمر، في عوامل ميكانيكية اللي هي زيادة الوزن، السمنة يعني هذا تأثر، أكيد تأثر الضغط على المفصل تأثر، أيوة تزيد الضغط واللود على المفاصل. طبعا احنا اكثر المفاصل اللي هي تكون يعني معرضه لالتهاب المفاصل اللي هي مفصل الركبه ومفصل الظهر اسفل الظهر، الفقرات اسفل الظهر. طبعا هاي ما لانه ليش؟ لان هذين المفصلين اكثر المفاصل اللي ياخذون اللود الجسم الانسان، فيعني هاي يرتكز الضغط عليهم اكثر، يزيد عليهم اللود. فتصور يعني اذا انا ركبتي يعني قادره يعني تستحمل يعني كوزن معين، انا ازيد عليها اللود زياده، بالاضافه الى ان انا اسوي انماط حياه ثانيه، فيعني زاد اللود عليها، زاد الضغط على المفاصل، زاد على الاحتكاك، صار انتقلنا الى مرحله التهاب مفاصل وتاكل في الغضاريف. هاي كعامل ثاني. العامل الثالث اللي هو الطيحات، الإصابات، الحوادث، الأشياء اللي مفيد الواحد، هاي تعتبر إصابة يعني تعتبر عوامل بعد ميكانيكية لأنها تسبب بعد لود على المفاصل. الشيء الأخير واللي احنا بعد في يدنا ان احنا نقدر نغيره اللي هي الأوضاع الغير صحيحة. احنا ما يعني حاليا في قعدتنا في البيت كلها على التلفزيون قاعده على التلفزيون وانت في التلفزيون وانا في التلفزيون زين لا هو مو الوقت طويل، شوف يبقى القعده طويله بالضبط، هو الفتره يعني. ايوه بالضبط القعدات تكون غلط، الفترات تكون طويله. احنا مو شرط، احنا يعني مو غلط ان احنا نقعد في البيت ونطالع التلفزيون ونطالع الموبايلات والسوشيال ميديا، وهاي مو غلط طبعا، هاي بعد لازم احنا نواكب التكنولوجيا والعصر اللي احنا عايشين فيه. الغلط ان احنا الطريقه القعده الغير صحيحه، الفترات اللي احنا نقضيها احنا عيالنا مثلا على الكمبيوتر، على الالعاب الالكترونيه كذا، هذه كلها بعد كلها تاثر صح بشكل سلبي وكبير. بالضبط. شيء ثاني، لحد الان في ناس تاكل وتشرب على الارض، لحد الان في ناس تقعد في الارض تتربع، وهذه اوضاع غير صحيحه. هاي اوضاع لازم احنا نغيرها الى انماط حياه صحيحه صحيه اكثر. بالضبط. ما ادري، اعتقد ان الحين بعد الحمام الله يكرمكم العربي يعني المفروض اندثر، بس ما ادري لحد الان بعض الناس التقليديين ما زالوا يحتفظون بهاي الشيء. فهالاشياء لازم ان احنا نبتدي نغير فيها، لان هاي الاشياء العوامل اخوي تعتبر بعد مسببة لالتهاب المفاصل. يعني تغيير نمط الحياة تقصدين دكتورة؟ بالضبط. بشكل يناسب يعني بشكل يناسب خلال هذه الفترة عشان نبتعد عن الآلام، نبتعد عن أمراض ويعني المشاكل اللي تطلع في المفاصل. هو مو بس هذه الفترة، احنا هذه الفترة طلعت الموضوع أكثر، لأن احنا قبل كان في عندنا شوية حركة، أنا بركب سيارة، بروح شغلي، بروح سوق، بروح بتمشى في مجمع إلى آخره. احنا هالفترة انحصرنا يعني في البيوت قدر المستطاع، ما نطلع إلا للضرورة القصوى. طبعاً إحنا مجتمع واعي، ملتزمين بالتعليمات كلها، لكن لازم مع التزامنا إن إحنا نحاول إن إحنا ما نخلي حتى الكورونا تأثر علينا في بيوتنا. رغم التزامنا ما نبي تأثر علينا. يعني ممكن ناخذ الحركة تكون في البيت، ننشط الحركة في البيت أكثر. والحين ما شاء الله كثير يمكن قاموا يقدمون دورات إن شلون تسوون رياضة في البيت. في البيت. فالشيء مو صعب. دكتورة إحنا نعرف إن في مسميات كثيرة حق الآلام اللي تطلع في المفاصل، وفي يعني ما شاء الله أنواع مختلفة، فنبي نعرف المشاهدين عليها. يعني إحنا يمكن نعرف بعض المسميات، لكن كنا بنتعرف على المسميات عليك اكثر. في كثير يقول لك يمكن هاي ما يندرج تحت الموضوع اللي احنا قاعد نتكلم عنه اليوم. شوفي المسميات في 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 روماتيزم، في روماتويد، في عندك خشونه، في التهاب. شوفوا يفرقون بينهم بين بعض. شوف الروماتويد والروماتيزم، خلينا نقول التهاب المفاصل، الخشونه، التاكل، كلها تعتبر امراض في العظام. أمراض يعني تصيب الجهاز العضلي الحركي، اللي يجمعهم نفس ما قلنا كلهم إن هالجهاز الجهاز العظمي الحركي أساساً. الروماتويد يختلف عن الروماتيزم، هو الأمراض الروماتيزم هي أمراض العظام. الروماتيزم نفسه اللي هو الالتهاب المفاصل يختلف ضمنياً بشكل كبير عن الروماتويد.
الروماتويد هو عبارة عن خلل مناعي في جسم الإنسان. إذا صار عندي خلل مناعي في جسم الإنسان يبتدي شلون؟ إحنا عارفين أن الجهاز المناعة وظيفته في الجسم شنو؟ أنه هو يحارب مع الجسم ضد الفيروسات، ضد الميكروبات الخارجية. لما يصير خلل في الجهاز المناعي يبتدي الجهاز الجسم شنو يحارب؟ روحه، ما يحارب الفيروسات والميكروبات، يبتدي يحارب روحه، وبالأخص بعد يحارب المواد المكونة للعظام، فهو خلل مناعي. في حين التهاب المفاصل مو خلل مناعي. الخلل المناعي ممكن يكون وراثي بعد، ممكن يورث، في حين الثاني لا يورث. لا دكتورة بس خلينا أسألك، روماتويد إذا صح اسمه؟ روماتويد. روماتويد أرثرايتس. دكتورة ممكن يخلي يعني العظام يكون عندنا أقل، يعني يكون في هشاشة عظام، ممكن يسبب هشاشة عظام؟ اثنيناتهم ممكن يسببون هشاشة العظام. الروماتويد بعد خلي يعني أفصلك أكثر في المقارنة، ممكن يصيب جميع الأعمار، يعني ممكن تشوفين صغار وكبار. متوسطي العمر وكبار. التهاب المفاصل لا، هاي اغلب الجسمه يكون في مرحله كبار السن. كبار السن طبعا احنا مع الحين الظروف، اذا صار عندنا اكثر من عامل متجمع، انا متينه وانا ما التزم بالاوضاع الصحيحه، حتى لو انا عمري في متوسط العمر انا ممكن يصيدني هاي المشاكل. فاقول لك في اختلاف ما بين المرضين نفسهم. احتكاك، خشونه، هاي كلها التهاب مفاصل، كلها اعراض التهاب، اعراض لالتهاب المفاصل. يمكن دكتوره لو لفت نظري في البدايه يوم قلتي الواحد يعني زياده الوزن وايد ياثر في المفاصل، فيعني هل انت تنصحينهم في البدايه ان ينزل وزنهم في البدايه قبل العلاج، ولا تعالجينهم وهم قاعدين ينزلون وزنهم؟ شنو الطريقه في هذا الموضوع في العلاج الطبيعي قصدك؟ طبعا شوف، العلاج الطبيعي لازم نحط في بالنا النقط على الحروف، ان العلاج الطبيعي مو الوصفه السحريه ولا هو نهايه العلاجات، اوكي؟ وفي نفس الوقت مو هو على اللغه الدارجه مالتنا مو مسحه نبي، ان انا بعطيك جلسه جلستين وبتصيرين لي سوبر وومن او سوبرمان، ان شو اسمه، وإيد واحدة. دائماً أنا دائماً أقول لهم ما تصفق. فهذا لازم ينحط كونسبت ومبدأ في عند أي مريض جاي عندي، طريقة حياة تغيرها، إيه، أسلوب حياة ونمط حياة. إذا أنا بعطي جلسات علاج طبيعي وبحسن في وضعية المريض نفسه، والمريض يروح متين، أوضاعه غلط، نمط حياته غلط، أكله شربه كذا الأشياء كلها، ما بستفيد. نفس ما قلنا، ايد واحده ما تصفق. ولازم نحط، انا دائما يعني اقول لهم من البدايه، واقول حق كل المشاهدين، هدفنا في العلاج الطبيعي هو تحقيق هدفين، اوكي؟ رقم واحد هو تسكين وتخفيف الالم، لان المشكله موجوده. يعني حتى الادويه اللي بيعطيها الدكتور، من كورتيزون، من انتي انفلاماتوري، ضد المضادات ضد الالتهاب وكذا، هاي كلها بتكون يعني لي تسكين تخفيف الألم. فإحنا هدفنا تسكين وتخفيف الألم باستخدام الوسائل الطبيعية المقررة في العلاج الطبيعي حسب الخطة اللي حطها الأخصائي. الشيء الثاني إن أنا أحافظ على المفصل كما هو، والحالة الوظيفية للمفصل كما هي الآن، وأحاول أطورها ما تصير أسوأ، ما يصير فيها عندهم، نوصل لمرحلة إن يصير في عندهم تشوهات مفصلية أو ضمور في العضلة، أو الاحتكاك يزيد، أو الخشونة تزيد. عرفت شلون؟ أحياناً بعض المرضى بعد يسمعون صوت طقطقة، زين؟ هذا الطقطقة ترى يعني هي عارض من العوارض اللي تتوافق مع الالتهاب المفاصل، لأنه هو التهاب يكون في النسيج الغضروفي. هذا النسيج الغضروفي طبعاً جسم الإنسان كل عظمتين يلتقون مع بعض، ممكن حتى عظمة الصبع نفسها، كل عظمتين يلتقون مع بعض، في بينهم مثل الوسادة، مثل الكوشن، هذا اللي نسميه الغضروف. الغضروف دائماً يعني أشبهها بالإير كوشن، بالإير باج مالت السيارة. إيش وظيفتها؟ تمتص الصدمة، مو من أقل طيحة إن شو اسمه يصير للمشكلة، في نفس الوقت إنها تمنع الاحتكاك ما بين العظامة.
ليش دكتور احنا وايد نعاني من الغضاريف؟ يعني مجتمعنا وايد يعاني من يعني سواء رياضيين حتى الكبار في السن، يعني مقارنه المجتمعات يمكن اوروبيه هناك احنا مجتمعنا يعاني منها، ليش تحسين هذا الشيء؟ لان انماط حياتنا قله الحركه، قله النشاط البدني. في نفس الوقت احنا قلت لك ما زال في ناس تقعد على الارض حق الاكل او حق القعدات حق السوالف حق اليالسه والميالس، يعني هاي كلها تاثر. انا عندي رقم واحد قله الحركه وقله النشاط البدني. في بعضهم يعتبرون انا طلعتي من المطبخ للصاله ترى انا تحركت نشاط ان هذا نشاط وهذا خطا طبعا. يعني دكتوره ودي اسالك، لو في شخصيات شو يبي ياخذ العلاج الطبيعي وبتستمرين معاه في الخطه وفي نفس الوقت هو يلعب رياضه او يكون رياضي، هل يقدر يوقف الرياضه ويستمر في العلاج بعدها يكمل رياضه، ولا يقدر يسوي الشيئين في نفس الوقت؟ شوفي هو يعتمد على حاله كل مريض، احنا ما نقدر نعمم الشيء. كل مريض يعتبر قصه بروحه، حاله استثنائيه بروحه. فإذا الرياضي هذا الشيء الشخص إنه هو رياضي وحالته يعني ما في مضرة إنه هو يسوي التمارين والرياضة اللي يسويها، وأتأكد إنه هو قاعد يسويها بالطريقة الصحيحة. لأن في بعضهم يقول لك أنا أسوي رياضة، أنا أروح، أنا ماشي ساعتين، أنا كذا، أنا يعني لا، شلون بأي طريقة؟ هل تناسب عمرك؟ هل تناسب وزنك بعد؟ إذا أنا أروح أمشي ساعتين وأنا وزني أوفرلود، وهاي بالعكس هاي مضرة، هاي مو سوي لود على المفصل. إيه؟ وفي نفس الوقت القضية مو قضية خذوه فغلوه. لما أروح أنصح واحد حق رياضة ما أنصحه أن أقول له الحين اليوم لازم تسوي ساعة، ما يصير. كل ما كان البرنامج تدريجي، كل ما كان في احتياطات أخرى، الاحتياطات الاخرى اللي هو الحذاء، لبس الحذاء، الملابس، شرب الماء، هالاشياء كلها لازم اخذها بعين الاعتبار. ارجع لسؤالك اخت ايمان، هو ما في مضره انه هو يكون في العلاج الطبيعي، في جلسات العلاج الطبيعي، ويلعب اذا كان الشيء مسموح له. اذروايز لا، اذا انا احس ان الرياضه اللي بسويها بتتعارض وبتتاثر سلبا على حالته، اكيد انا بعطي الناس صحة. فتره العلاج الطبيعي عاده ايش كثر تاخذ؟ هل مثلا شهر، شهرين، ولا ثلاث، ولا تختلف بعد من حاله لحاله؟ شوفي هو بعد تختلف من حاله الى حاله، لان العلاج الطبيعي فيه اكثر من تخصص. صح. في الجهاز العضلي الحركي حالات غير، في امراض الجهاز العصبي اللي هم الشلل والجلطات الله يسلمكم، والزهايمر والتصلب العصبي المتعدد، هذا غير، الاطفال غير، صحه المراه غير، فيتعرفين يعتمد طبعا هذا تعتمد حسب رؤيه الاخصائي وحسب تقييمه للحاله في البدايه واعاده تقييمه عقب كم من جلسه. في احيانا نفس ما قلت لكم احنا نوصل لمرحله احنا وي كانوت دو مور، هذا حدنا، نترك المجال للمريض للتاقلم للتعايش، لان في نفس ما قلت لكم احنا هدفنا تخفيف، ودائما اقول لهم حطوا 20,000 خط تحت تخفيف. تخفيف تسكين مو ازاله، لان اذا صار في يعني تاكل في الغضروف بالعقل، انا اذا بسوي لكم اياه برجع الغضروف مكانه؟ اكيد بعقليه ما برجع. لكن ايش بسوي انا؟ بتكون لعبتي على العضلات، شلون بقوي، لان اللي يحرك المفصل هي العضلات، اللي حافظ على المفصل العضلات. فانا اذا قويت العضله المرتبطه بالمفصل هي اللي بتشيل اللود، بتريح شوي بالضبط. بعد دكتوره ودي اسالك بخصوص العلاج الطبيعي، يمكن في بعض العلاجات اللي تسوونها ممكن المريض يسويها في البيت، صح؟ تسكون بعض المرضى انه يسوونها في البيت. نعم. فهل كل المرضى يقدرون يسوون التطبيقات اللي يطبقونها عندكم في المستشفيات او في العيادات في البيت، ولا يمكن في بعض الامور اللي انتم تسوونها صعب ان المريض يسويها بنفسه بالبيت؟ شوفي اخت ايمان، طبعا اذا انا بعطيهم سر شغلتي ومهنتي وسووا في البيت، انا ما شو اسمه لا، بس لان انا دائما اشوف اخصائيين يمكن علاج طبيعي قلت انا اعطي بعض التمارين اللي اسويها في البيت. هذا العلاج المنزلي هاي الهوم بروجرام، هذا شيء احنا ما نقدر نقول عنه شيء لا غبار عليه سابقا، وهالفتره جدا 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 مهم. هذا جزء من العلاج الطبيعي اصلا، اللي لما نعطي استشاره للمريض انك تسوي كذا وكذا وكذا. خب انا ما بعطي كل شيء، اي اكيد، لان انا دائما يعني انا شخصيا ما يعني ضد ان انا اعطي كل شيء حق المريض. كل التمارين اعطيها حق المريض ما يصير. تعرفي ليش؟ تخيل روحك طالب وتعطيش قد واجبات، بروح البيت ما بيسوي ولا واجب. صح انا اعطيه تمرين تمرينين
ركز عليهم، ولما تيني مره ثانيه انا بسوي ابديت وابجريد حق التمارين. هو يساعدك في العلاج بالضبط. هو انا قلت لك ايد واحده ما تصفق طبعا، لازم ان يكون البرنامج مبني على توافق ما بين الاخصائي شنو بحط، ولازم يفهم المريض انه لازم يسوي كيت وكيت وكيت، لازم المريض يكون ملتزم بعد ويكون ملتزم. وانا من البدايه اقول انا هاي اللي اقدر اسوي لك اياه، انا واحده ما اقدر بروحي اسوي، بسوي كذا وكذا وكذا، يكون هو مطلع على خطة العلاج ويكون هو جزء منها بعد. مثلا يقول لك مثلا انا ما اقدر، ما عندي هالشيء في البيت، مو شرط انا ممكن اخترع له، انا ما عندي هاي الجهاز مثلا هالروله مثلا، مو مشكله خذ لك فوطه ولفها وكلوتها وهاي روله، خذ لك كوشن وسويه. فدائما نعطي الاشياء السمبل البراكتيكال العمليه اللي يقدر اي مريض، ومتوفره دائما في البيوت يعني عشان ما تعطين شيء اوفر في النهايه ما بيسوي. صح دكتوره، يمكن انا في موضوع انه شلون الواحد يحافظ على مفاصله، حق الناس يمكن اللي يتابعونا الحين عنده الام خفيفه، يعني ممكن انه يقول لا انا ما احتاج دكتور، ما احتاج علاج طبيعي، ما احتاج شيء. فمتى الواحد يعرف انه ترى انا المفروض الحين اروح حق دكتور العلاج الطبيعي او دكتور العظام؟ انا يعني في ناس مثلا حتى في التمارين عندنا، انا مثلا اشوف ناس تتمرن عنده الام لكن يلفها ويواصل، ما شنو الاعراض اللي بتطلع عليه ما تدري، يمكن يزيد، يمكن تتطور، يصعب المهمه عليك بعد. فمتى الواحد يعرف ترى ان انا خلاص لازم اروح سواء الالام او طقطقه او شنو المفروض انه يشوفه في جسمه ويروح للدكتور؟ شوف اخوي حمد، مو من اقل انا بروح اركض على المستشفى. وصدقني كل المرضى اللي يجون المستشفيات، خلينا نقول الماجوريتي والأغلبية منهم، ما ياو المستشفى إلا لأنهم متأزمين 100% من حالتهم. فلما الألم يزيد عن حده، وفي أشياء إحنا ننصح الجمهور والمجتمع كله، يعني وفي أشياء أحسن من تراثنا وأجدادنا، يعني أنا إذا طحت وكذا على طول، إذا طاح الياهل على طول نركض نجيب له ثلج ونحط له، صح ولا لا؟ صح. اذا صادني شد عضلي وما ادري شنو اروح اخذ جمود واحطه، صح؟ زين، ففي اشياء احنا نقدر نسويها. هو المريض والمريض ترى مطلع، يعني الحين المجتمع واعي، مو نفس قبل، وعي اكثر. احيانا بعض المرضى يجون وياهم التشخيص وياهم العلاج وبس تعالي يا ايمان سوي لنا، يعني ما يصير، الله لازم انا بعد يعني يكون لي رؤيه طبعا، لي رؤيه في هالموضوع، فحص الحاله، تصنيف الحاله، شنو اقدر شو اسمه، بالاضافه الى تشخيص الدكتور اللي محاول الحاله. فاقول لك هو الحين يعني الناس عارفين، وفي اشياء مثلا اذا في المجال الرياضي يعرفون، يعني الاصابات اللي تصير، البانديجينج اللي تصير، الفيرست ايد هذا اللي ممكن تصير. كل ما كان الألم يعني محتمل ويقدر يسوي له كنترول ويتحكم فيه، هذا ما يحتاج تدخل جسمه، ممكن استشارة أونلاين. إحنا الحين شغلنا كله أونلاين، يعني استشارة على واتساب، استشارة على إنستغرام، هذا تكفي. وبالعكس يعني كل ما أنت صار عندك تأثير على الآخرين ويقتنعون بحكيك ويطبقونه، فبالعكس يكون لهم، فيعرفون شلون يديرون ويتحكمون بآلامهم. يعني دائما دكتورة تركزين على النشاط البدني، النشاط البدني. يعني أكيد نشكر تواجد الدكتورة إيمان مطر، دكتورة علاج طبيعي، وشكرا لك على هذه المعلومات. الله يسلمكم، الله يخليكم، يعطيكم العافية. شكرا لك. مشاهدينا بكذي نكون وصلنا لختام ساعتنا الصباحية معاكم، يجدد اللقاء بكرة في حلقة نهاية الأسبوع. مع السلامة. مع السلامة.